هو فعلا هيجي يوم روبوت هيبقى بالشكل ده حقيقة. احنا بنتكلم في 2023 يمكن 20 من بدايتها من 2022 2023 احنا حقيقة شفنا مشاهد كثيرة جدا عدت على العالم وبشكل سريع. وعايز اقول لحضرتك ان الحقيقة ان انا توقعي الحقيقة ان ما يحدث يعني هذا المؤتمر الصحفي هو طبعا تحدي كبير جدا او اظهار قدرات الحقيقة كبيرة جدا للروبوتات. وخليني اقول لحضرتك الروبوتات دي موجودة من فترة بعيدة. صوفيا مثلا موجودة يعني يمكن اكثر من 3 سنوات موجودة صوفيا، احنا متابعين اخبارها طبعا، وكانت هناك لقاءات تلفزيونية لصوفيا، وكانت صوفيا هي احد الحاضرين حقيقة صحيح مؤتمر صحفي، وهي معروفة جدا وجات عندنا في مصر في منتدى الشباب، يعني كان ليها الحقيقة بصمة مختلفة لما ظهرت. مظبوط، وهي يمكن اول روبوت تحصل على جنسية عربية. يعني خلينا نقول ان الحقيقة الروبوتات انها تبقى موجودة في مؤتمر صحفي، لما الروبوتات دي كانت بتبقى موجوده في مؤتمرات كانت بتبقى شويه معده مسبقا انها تبقى في سيناريوهات مسبقه وقادره على انها تجاوب على بعض الاسئله يعني بشكل ما، لكن ان يبقى مؤتمر صحفي بشكل كده صحفيين حاطين واسئله تسال لاول مره من غير ما يكون في سيناريوهات مسبقه هو ده الجديد. وخليني هنا اوضح بقى للساده المشاهدين عشان نبسط، وخليني اذكر لحضرتك لفت نظري مش صوفيا، لفت نظري نوعين من الروبوتات، هي اميكا ونادين، يعني اللي هي كانت لابسه باروكه كده يا فندم صح؟ كان في روبوت هي استنساخ من مبتكره الروبوت، والحقيقه كان الروبوت لفت نظري ان هو نسخه شبيهه، وهي حتى قالت في دعابه كده ان هي اللي عايز ياخد سيرسي مش محتاج ياخد سيرسي معايا، ممكن ياخد مع نادين اللي هي الروبوت اللي كان موجود في مؤتمر صحفي. اميكا هو روبوت حقيقه انا كنت شايف او تقديري ليه ان هو من اهم الروبوتات فائقه الحقيقه الذكاء، ولفت نظري انه قادر انه يتفاعل حتى يعني انه يلتفت للاسئله، يلتفت للحضور، دايما كان بينتبه لكل الاسئله باتجاهات. والحقيقه هو انا كنت هصنفه هو الروبوت اميكا الحقيقه كان بيشتغل في البحث والتطوير التعتيمي. حقيقة عايزة أقف مع حضرتك عند بعض، يعني أولا عند الأسئلة، إن البشر بيطرحوا الأسئلة دي على الروبوت، هل إحنا واصلين لهذه الدرجة من القلق أو الخوف من الذكاء الاصطناعي لدرجة نسألهم هل هتحلوا محل البشر في بعض الوظائف أو ممكن تتمردوا عليهم؟ يعني خلينا نقول نبع هذه الأسئلة إيه؟ يعني إيه اللي بيشعر بيه الإنسان حاليا تجاه الذكاء الاصطناعي؟ طيب ممكن اقول لحضرتك خبر، يعني يمكن ده انا بقالي يومين حقيقه اتابع بعض الاخبار وبعض المجموعات اللي يمكن بدات بتظهر في الدارك ويب والانترنت المظلم تحديدا، اللي هم الحقيقه متبنين نظريه ان هم عايزين يواجهوا التطور السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لان في بعض المجموعات هنا بدات تتكلم على ان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالشكل المتطور ده مش هتحل محل البشر اكتر منها هتاثر اقتصاديا على بعض الدول، بمعنى فقد كثير من الوظائف هتكلف الحقيقه له تكلفه كبيره جدا العالم مش مستعد لها حاليا. ليه؟ لان احنا خارجين من كورونا داخلين في حروب عندنا تضخم العالم كله، انا بتكلم على العالم كله، فبالتالي العالم الحقيقه وشفنا ايلون ماسك دعا وكثير من المتخصصين العالميين دايما يدعو ان احنا لازم نبطئ وتيره تطوير الذكاء الاصطناعي. صحيح. انا مش بتكلم عن وظائف بس يا فندم. بتكلم عن حاجه ويا ريت المشاهدين بحاول ابسط المفاهيم باقصى ما استطيع. التعلم الذاتي. الروبوت دلوقتي بقى قادر لو هيبدا يبقى عنده قدره التعلم الذاتي، يعني ايه التعلم الذاتي؟ يعلم نفسه بنفسه، يبني برمجيات خاصه بيه هو، يبني خوارزميات خاصه بيه هو. وبالتالي وحجم المعلومات، احنا هنا شفنا روبوت زمان كنا بنتكلم روبوت عنده تقنيه ذكاء اصطناعي ومبني عليها، احنا شفنا تقنيه جديده العالم كله منبهر بيها تشات جي بي تي، مظبوط، دي اسمها الذكاء الاصطناعي التوليدي جنريتيف اي اي، بقى دمج جنريتيف اي اي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في تصنيع الروبوت وقدرة الروبوتات على وصولها لكم كبير من المعلومات الموجود بقى على الانترنت عموما، موجود على منصات التواصل الاجتماعي، موجود في مؤتمرات صحفية زي اللي بنشوفها.